من أجل بيئة نظيفة. وبمناسبة الذكرى السادسة لثورة 11 من فبراير، نفذ أبناء مدينة الحزم بمحافظة الجوف مبادرة شبابية لتنظيف شوارع وأسواق المدينة، بالإضافة إلى تنظيم حركة السير في الشارع العام، وذلك استمرارا للفعاليات التي يقيمها أبناء الجوف احتفاء بثورة فبراير المجيدة. نشكركم جميعا، نشكر عمال النظافة، نشكر الأخوة في الأمن، أصحاب المرور، ونقول للعالم كله نحن نطمع في دولة مدنية التي يكون فيها رجل المرور له احترامه. هذا هو رجل المرور وسط مدينة الحزم، وهؤلاء هم شباب الحزم، كلهم اليوم يسعون إلى النظافة وإلى أن يروا مدينتهم مدينة نظيفة. نشكر المبادرة الشبابية بالقيام بتسهيل حركة المرور في مدينة الحزم، والقيام بدور النظافة ومع رجال المرور، التعاون مع رجال المرور وقوات الأمن الخاصة في تسهيل حركة المرور. هذه الحملة التي قامت بجهود طوعية من شباب الثورة وبتمويل من محلات إخوان خالد التجارية، جاءت للتخفيف مما تعانيه مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف من اكتظاظ بالسيارات وتراكم أكوام القمامة في أسواق وشوارع المدينة. اليوم نزلنا بالتعاون مع رجال الأمن والحركة الشبابية بتنظيم الحركة السير في سوق الحزم، ومن ضمنها سيارات على جانبي الطريق، الفرزة، البسطات، جميع أنواع السيارات الموجودة التي تسبب عرق على حركة السير واختناق مروري. نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لهؤلاء الأبطال، رجال النظافة، رجال المرور، أبطال الأمن الذين اليوم شاركونا في حملة وطنية احتفاء بذكرى 11 من فبراير. مثل هذه المبادرة لقيت ترحابا كبيرا من قبل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، كونها ستوفر عليهم بعض معاناتهم أثناء تنقلهم في شوارع الحزم في ظل تطلعاتهم للعيش في بيئة نظيفة ومدينة أكثر رقي وازدهارا. مجد عياش، يمن شباب، محافظة الجوف.